هو ده الدكتور اللي قال نيجي هنا. يا دكتور احنا عايزين نعمل العملية سعيد في اسرع وقت. انا جبت لحضرتك الفلوس المطلوبة للعملية، كل التكاليف موجودة ما تقلقش، بس الولد في حالة خطر اكيد حضرتك عارف. انا بس عايز حضرتك تهدي خالص وتطمني واحنا نعمل لازم وان شاء الله خير. اوكي بعد اذنك. اتفضل. الو ايوه عصران، يا دي عصران اسمع اللي بقول لك عليه، ما تكررش اسمي. انا خالد. اهلا يا خالد، انت فين؟ انا في الناجع، كمان نص ساعه اكون عندك. بقول لك ايه، ماشي كل الخدم اللي في البيت وسيب الباب اللي ورا مفتوح. حاضر يا خالد. اللي تؤمر بيه. امي فين؟ في اوضتها. طب اكفي خشمك لحد ما اجي. سلام. يا رب لطف بينا يا رب، يا رب احنا غلابة قوي يا رب، وحداني يا رب، يا رب يقوم بالسلامة. ما تعمليش في نفسك كده يا صفية، ابنك هو بيعمل العملية وهتنجح وهيبقى زي الفل، قولي ان شاء الله. اسمع من بقك ربنا يا ست دين، يا رب ينصرك على عدوينك يا رب، في الزمان ده مفيش زيك. ان شاء الله احنا هنديكي الفلوس اللي دفعتي. ادفع عليك من ايه؟ ده مبلغ كبير قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده اصلا؟ انسي الموضوع ده خالص. معقول الكلام ده؟ مالكيش دعوه، سعيد لما يكبر هيديهم لي غصب عنه. قولي يا رب بس، بلاش الكلام اللي ملوش لازمه ده، اديله دلوقتي يا رب. واهدي كده خير يا رب، يا رب خير يا رب يا رب. اهو خلصوا خلصوا. ايه ده؟ ابني مات يا دكتور؟ ابني مات؟ أما خالد اللي جابك؟ توحشت انت يا أم، بعد ما هملتني وهملت ترى أبوك غصب عني ما قدرش أكتر. سامحيني. يا ولدي توحشتك. ايه اللي حصل يا امي؟ ايه موضوع البنك ده؟ تعرفت؟ عرفت. مش عارفه يا خالد، مش فاهمه. عمك بيقول ان ابوك خلص فلوسه على الانتخابات وكمان باع له الارض قبل ما يموت، وانا ما بفهمش في الورق والكلام ده. ما تقلقيش يا امي، امسك يا امي، خدي دول، دول كل اللي معايا، خليهم معاك. نسيت ان والدي بيبقى راضي يقولي اشتغلت في مصر وربنا كرمني. سيبني تاني يا خالد.
غصب عني يا امي، هجيلك تاني. قول لي عمك شافك وانت جاي؟ محدش شافك. انا عارف ان عم هاشم بالذات لو شافني هيقتلني. بعد الشر عليك، اهرب يا ولدي، اوعى تخليه يشوفك. بس ارجع اشوفك انا، اتوحشك يا خيال. وانت كمان ما تبلغيش على ولد، ولدك راجل من ظهر الراجل، ورحمة ابوي اللي ما خدت عزاه، لا اعرف مين اللي قتل واخد بطاره. اطمن. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. ازيكم يا عرايس؟ ازيك يا عيشة؟ عيشة عيشة بس يا ولد، كنت موعى بس يا ولد، سيبني في حالي. اللي عامل ايه يابا؟ عامل جمعية وما قبضتهاش عشان ما دفعتش زي الزفت. وانت عاملة ايه يامه؟ من بحره زي الزفت. هو طول ما ربنا كرمكم كده ومثبت لكم الحال ده هاجيلكم. عاملة ايه يامه؟ سبتني ليا طلقت، سبتني ليا ده ليا في الهم ده انا واخواتك. جرايه وليا وانا رحت فين؟ ولا انت يعني شايفاني قرطاس جوافه ولا ايه؟ يا ريتك كنت قرطاس جوافه، كان جاب حقه. انما انت اخويا قعدني طول اليوم على القهوه، عامل لي كده زي الشيخ المقطوع نادره، بتشخص في اللي رايح واللي جاي. خلاص يا اما معلش. معلش يابا بقى. فين يا ام العيال؟ وحشوك قوي يا اخويا. اه والله وحشوني. يا عطا، يا شوقي، يا شوقيه، تعالوا يا عيال تعالوا. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ايه العفانة دي؟ خد يا قسموا على بعض. يلا في ودنكم ما تتخانقوش. يلا جبت لي ايه يا طلع؟ جلابية. انا عارفك ما بتصليش الجمعة، يبقى ما تصليش بيها دي. وانت ياما تعيش وتجيب لي يا ضناي. جبت الكيس ده ليك ياما. ربنا يخليك يا حبيبتي. يوم مش عجباني بس هاخدها. انا عارف. انا عايز فلوسها طلعت. الواد الجاري ليها عندي 80 جنيه فضحنا عليهم في الرايحه والجاي. ودول بتاع ايه يابا؟ قمار يابا. صح قمار يابا. انت رجعت للقمار تاني يابا؟ يابا القمار بيجيب الفقر يابا. شوف يا طلعت، القمار قمار، واللي ما يروح لهوش يبقى حمار. وانت عمرك كسبت اصلا؟ انت هتديني فلوس ولا هتبكتنا يا طلعت؟ ما تقلقش يابا، وانت كمان ما تقلقيش يابا، كلها خبطتين بس وهنمشي من الحته المعفنه دي. هنروح فين يا واد؟ هنروح حته كده يامه تكون هاديه، محدش فيها يعرفنا ولا نعرف حد، ما يكونش فيها قهاوي ولا يكون فيها بياعين في الشارع. نقب يامه نطلع. نطلع نطلع فين؟ السطوح يعني ولا فين؟ يامه نقب على وش الدنيا، نشم هوا نضيف، ناكل اكله نضيفه زي بقيه الناس يا جدعان. هقولك على حاجه يابا، خد، مش خساره فيك. امسك يابا، دول فلوس الجعان يابا. اوعى يابا تلعب بيهم قمار، احنا داخلين على ليله تانية يابا. والنبي حتى لو قدنت في امادنا اللي فيه فيه. ما تقلقيش يابا، ما تقلقيش، هتتعدل. اهم حاجه انت بس خلي بالك من العيال وشدوا حيلكوا كده في البيت. انا ماشي. يلا قوام كده يا ضنايا. يا اما ورايا مصالح والله، حاجات لازم اعملها، هجيلك تاني. قول لي يا طلعت، انت سرقت الفلوس دي منين؟ بس انت عارف انها مسؤوله مني انا، من يوم ما خدتها بضمان شخص من المدرسه. سلام عظيم، لكن مسؤوليتك عنها دي مش كانت هتنتهي بمجرد ما فيها عمل شريف تعيش منه؟ ايوه تعال، انا شريف وهي هتعمل معايا، يبقى هتعمل عمل. انا نفسي اعرف سبب واحد يخليك تسيب بيت اهلك. يا اما خلاص العيشه معاها انا ما بقتش عاجباك. ما هو كده كده يا حاج، انا كمسيري همشي يعني، اكيد في يوم من الايام كنت هتجوز واروح اعيش في حالك. ايوه بس انت لسه ما اتجوزتش. لا ما انا، ايوه انا اتجوزت. ايه اتجوزت؟ ايوه يا اما اتجوزت ياسمينه.
يا نهار ابوك اسود، ما هو ده اللي انا كنت خايف منه. طبعا ما هو اللي يمشي في السكه البطاله لازم يتلط. ازاي يا ابني تتجوز وما تقولناش؟ احنا ملناش حق عليك؟ مالكش ام تقول لها انا هتزفت ياما؟ انت يا ابني جبت الجحود والقساوه دول منين؟ ياما جحود ايه ياما؟ ياما ما انا يعني اللي حصل ياما عامل ايه يعني؟ انا لو اعرف انك هتطلع قاسي وجاحد بالشكل ده كنت خلصت منك وانت في اللفه وفطستك. اهدي اهدي بس، اهدي بس يا سمير. لا مش ههدى، اطلع بره، انا مش عايز اشوفك في البيت ده تاني. اطلع بره فين ياما؟ انا كنت ماشي ياما، انا سايب البيت اصلا عشان الاوفر اللي انا عايش فيه ده، مش دي شنطتي ياما. اطلع بره ياما، انا كنت ماشي. سلام يا حاج، سلام. فاهماني يا زينة؟ ازاي يا طلبة؟ يعني ينفع اضحي بالقرشين اللي انا محوشاهم على القرشين اللي انا واخدهم من طلعت عشان اشتري شقة؟ يا بنت فهميني، هي دي اي شقة؟ دي في احسن حتة في مصر، وبعدين انت هتدفع 400,000 جنيه بعد شهرين بالظبط، انا هجيب لك عليهم 200,000 جنيه زيادة، فاهمة؟ يعني الشقة دي ينفع نتجوز فيها انا وطلعت؟ يا بنت تتجوزي فيها ده ايه؟ بقول لك ده شغل، انا نفسي ربنا يكرمنا بعملية كبيرة ناخد فيها قرشين نشتري لنا كده شقتين ثلاثة، فرجي بقى على المكاسب اللي هتنزل علينا. الشقة دلوقتي بتتأجر باليوم. طب اخد رأي طلعت الأول. وطلعت هيعرف مصلحتك أكتر مني ولا إيه؟ طب قول لي بس الأول أخبار الباشا إيه؟ باشا؟ باشا بقاله فترة ما بيتصلش، مش عارف ليه، بس عموما هو كده بيتصل لما يعوزني. أمال بتاخد البضاعة من مين دلوقتي؟ دي أسرار شغل يا بت، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيها زينة. نعم يا أخويا، وانا مش في الشغل ده ولا ايه؟ طالما حقك بيوصلك ما تسأليش، مالكيش فيه. طب انا خارجة انا وطلعت النهاردة، انا بقولك بس للعلم يا اخويا. ها هتقابليه فين؟ مش استأذنتك، مالكش فيه. نعم يا اختي. امضي لحضرتك. امضي. اتفضل. الف مبروك يا جماعة. شكرا. الرفاة والبنين بإذن الله. الله يخليك. ألف مبروك يا عروسة. مبروك يا فؤاد. لا فؤاد إيه بقى، ده أنا عريس. مبروك يا عريس. بارك لي في عمرك ويخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. ألف مبروك يا مامي. عقبالك يا روحي. ألف مبروك يا أنجل. مبروك يا روحي. لا لا لسه بدري قوي. ولا إيه يا مامي؟ لسه بدري مين؟ ده أنت هتتخطف خطف. مبروك مبروك يا عريس، مبروك يا فؤاد بيه، مبروك يا عمي. على الطلاق انت عمي، عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي، سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسة. ولد انت اتجننت، انت اتجننت رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو مراتي، مضيفة في أكبر كباريه في شارع الهرم. لا 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 انت مجنون، مش ممكن مش ممكن طبعا يا ابني. يوه مش عاجبكي ولا ايه؟ خراسي انت خراسي. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. انت مش حرة وبتعملي اللي انت عايزاه وتتجوزي اللي انت عايزاه. انا كمان حر واعمل اللي انا عايزه واتجوز اللي انا عايزه، وانا اخترت دي سوسو. خلاص خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله يا عريس؟ عايز تطردني ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش بقى ده هطردك يا راجل. عيب عليك، ده انا جاي ابارك وهني، ده النهارده فرح امي يا جدعان. اعزائي الحضور، مع مسرح المنوعات ونجمة مسرح المنوعات سوسو مراتي. عن اذنك يا حمد.
في البيت عندنا، ولا اقول لك تعالي نكملها في الكباريه اللي انت بتشتغلي فيه.